وما زالت مشاكل السمنة المختلفة هي المشاكل يعني الأساسية والكبيرة جدا اللي بيواجهها معظم الناس، سواء بقى دي كانت سمنة موضعية أو سمنة كلية، سواء حتى مش شرط تكون سمنة، ممكن تكون ناس خست بشكل كبير قوي وحصلت لها ترهلات شديدة جدا. أعتقد أنه دي بتبقى كمان أصعب من أن هي يبقى عندها سمنة وما عندهاش ترهلات. هنتكلم بشكل عام عن جراحات تنسيق القوام والتقنيات الجديدة دلوقتي في جراحات تنسيق القوام، وكمان هنتكلم عن الناس اللي خست بشكل كبير، هل ليها حل؟ هل جسمها ده ينفع يتشد ولا لا؟ بس اسمحوا لي ارحب في البداية بضيفي العزيز دكتور أشرف سمعان، استشاري جراحات التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي. يا هلا يا هلا، ربنا يخليك. انت بقى انا عايزاك بقى تحكي لي كده حكاية اخبار الناس ايه، وكل يوم بتشوف حالات مختلفة وبمر عليك حاجات مختلفة. هقول لحضرتك يعني احنا مثلا دايما انا اقول حاجة، ما نعملش حاجة كبيرة نندم عليها. دي نصيحة دايما اقولها. يعني مثلا لسه كان حد بيكلمني حالا دلوقتي، وزنها مريضة عندها وزنها حاجة و70 كيلو، حد نصحها او هي بتفكر تعمل تحويل مسار. حاجة وسبعين كيلو. بجد دكتور؟ انا شفتها كتير جدا. يعني انا شفت امبارح مثلا ثلاث بنات تقريبا اخوات، هم من خارج مصر يعني من دولة عربية تانية، عاملين كلهم تحويل مسار. طيب خلينا نشوف ايه. طب هل كان يستدعي الوضع ان هم يعملوا 150 كيلو لازم تعمل؟ هقول لحضرتك يعني احنا بنقول مثلا هل كان يستدعي، انا سألتهم وزنهم كانوا كام، كان وزن مثلا واحدة فيهم 105 و110. فهمت قصد حضرتك؟ يعني كلام حضرتك دلوقتي بتقولي انك انت لا مش كتير، مش زياده قوي، يعني الاجراء اللي عملوه اوفر جدا على المشكله. كان انا بفجر بيت كامل عشان اموت حشره مثلا. تشبيه دي حقيقه. يعني انا جيت رحت مفجر البيت ده كله عشان فيه فار مثلا. الاضرار اكتر من المنافع. نيجي نحسبها. يعني انا مثلا لما نيجي عندنا مثلا مرضى، لما بيجي لي المريض او المريضه وزنها 105، اول اقتراح بقترحه عليها ايه؟ شفط وبالون. ده اول حاجه. اول حاجه بقول لها نبدا كده خطوه واحده كده. يعني ليه انا ما اقولش للمريض ايه؟ لا تكميم معده على طول او تحويل مسار على طول. لا، لما تعمل شفط وبالون، وعملنا مقارنه مثلا ما بين التخسيس بالشفط وبالون والتخسيس بجراحات السمنه، خلينا نعمل المقارنه دي ونشوف ايه الفرق. المريض اللي خس بشفط وبالون خس تقريبا عدد الكيلوجرامات اللي خسها المريض بتاع الجراحات السمنه. انا كان عندي مريض امبارح عامل شفط وبالون، اذا كنا بنتكلم في الافريج بتاع يعني 100 105 110 120، اكتر من كده اعتقد. انا كان عندي مريض عاملين له شفط وبالون 138 كيلو من اسبوعين. ايوه هايل. ايوه، وهو شيف كمان شغال في مطعم او فندق انترناشونال. وزنه كان 138 كيلو من اسبوعين، جالنا امبارح متابعه وزنه 114 كيلو. يعني المريض ده نزل 24 كيلو هايل في اسبوعين. هل لو عمل جراحات سمنه كان هينزل نفس المقدار؟ اشك. دي اول حاجه. تاني حاجه النتيجه النهائيه ان انا مثلا مش بس خسيت، لا كمان جسمي بقى منسق. يعني احنا لما نيجي نقارنها، في ناس بتخس على لخبطه يعني وجسمها ملخبط، لا في ناس بتخس وجسمها بالظبط كده. يعني انا محافظ على شكلي كويس جدا، المناطق العاليه اتشفطت في اثناء العمليه، لان انا ممكن اخس. يعني كده جات لي مريضه في المقارنه، مريضه بنوته، هي زي ما انا قلت لحضرتك من دوله عربيه ثانيه، عامله تحويل مسار. نقارن ما بين ده وده، هي المريضه دي خست حوالي 30 كيلو تقريبا خلال سنة أو ست شهور حاجة كده. لكن كل جسمها مترهل بعنف. طيب أنا عايزة شوية نتكلم عن الناس فعلا اللي بيحصلها ترهلات، سواء هي بقى عملت دايت أو هي عملت عمليات. بالظبط. الناس دي تعمل إيه؟ بيبقى عندها ترهلات. أقول لحضرتك فزيح. لكن هو الدايت مثلا ما بيعملش ترهلات بالعنف بتاع جراحات السمنة. المريضة دي كانت حالتها مزربل جدا، بائسة جدا، لأن عندها ترهلات في كل المناطق، طيب في الدراعين والفخدين والبطن وكمان الهنش سائط. طب احنا هنعرف ازاي انت عملت لها تغيير وازاي هي اتغيرت؟ بس احنا عندنا تقرير في حالات المركز الطبي، هنروح نشوفه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. سما وابراهيم وغريب طبعا كلنا فاكرينهم كويس وشفنا التقرير ده كتير،
وكنا عارفين ان سما بتواجه مشكلة كبيرة جدا وهي بتشتري لبس ومتضايقة كمان من شكلها قدام الناس. عندي مناطق مضايقاني في جسمي عشان كانت مليانه، لفيت كتير قوي عشان احاول انزل المناطق دي، وحاولت كتير اعمل دايت بس ما فيش حاجه اثرت خالص، لحد ما رحت المركز الطبي الدولي. انا يعني فكرت كتير عشان انا فعلا وانا كنت بعمل شوبينج الموضوع ده كان بيضايقني جدا، كان في حاجه كتير قوي بتعجبني ما بعرفش اجيبها، ولما اعمل مجهود قليل بنهج جامد، كان في كذا حاجه مضايقاني بسبب المناطق الزايده ديت. فقررت ان انا اعمل العمليه، فعلا عملتها. بعد العمليه طبعا الموضوع اختلف تماما، اي حاجه كانت بتعجبني على طول بجيبها، مفيش اي مشكله كانت بتقابلني خالص، وجسمي كمان بقى كويس جدا، فرق في الشكل، فرق في كل حاجه، في الراحه النفسيه عامه الموضوع بيختلف تماما بعد ما الجسم بيبقى كويس ومظبوط. يعني ابراهيم اللي ما كانش بيعرف يوطي عشان يصلي بسبب حجمه، كنت بعاني مرض السمنة في منطقة البطن والأجناب، ما كنتش بقدر أمشي، ما كنتش بقدر أوطي عشان أصلي، في الركوع وفي السجود بيجيلي كرشة نفس. دلوقتي بقيت الحمد لله بقدر أمشي وبقدر أصلي وبقدر أعمل كل اللي أنا عاوز أعمله من غير منهج، من غير ما يجيلي كرشة نفس، ودلوقتي الحمد لله بقت جسمي ستايل كويس وشكل كويس جدا. أما غريب كان دايما بيلبس لبس أكبر من سنه. كانت من أكبر المشاكل اللي في حياتي مشكلتي مع مرض السمنة دوت، كان وزني 105 كيلو و300 جرام، كانت مسببالي مشكلات كتير قوي في حياتي، من أهمها طبعا موضوع اللبس، كنت بلبس حاجات أكبر من مقاسي بكتير وأكبر من سني بكتير، ما بعرفش ألبس زي أصحابي، ما بعرفش أبقى زيهم، كانت مضايقاني في حاجات كتير، ما أقدرش لو مشيت حاجة بسيطة أنهج بسرعة، كانت مضايقاني في حياتي في حاجات كتير جدا، والحمد لله إن أنا بقدر دلوقتي ألبس اللبس اللي أنا عايزه في أي سايز وفي أي مكان، بقدر أشتري لبس، كنت بروح أماكن معينة وكان الموضوع ده بيضايقني كتير، أنا ما كنتش أتوقع كده خالص، يعني أكل طبيعي خالص أكتر من اللي كنت باكله، بس بتنظيم وبسعرات معينة وفي أوقات معينة، هي دي الحاجات اللي ساعدتني فعلا إن أنا أنزل في الوزن. بس مش هو ده اللي احنا جايين نقوله النهاردة، احنا جايين نقول ان المركز الطبي هو المركز الاكبر في مصر في جراحات التجميل وشفط الدهون، فاحنا بس بنقول لناس كتير قوي ابعد اليأس عنك طول ما في مكان زي المركز الطبي، خلي عندك دايما امل انك تقدر توصل للشكل والجسم اللي انت بتحلم بيه. شكرا للمركز الطبي اللي بيساعدنا نرجع ثقتنا بنفسنا. دكتور اشرف انا عندي سؤال، حد من الحالات اللي احنا شفناها دي عملتوه عمليه شد؟ لا نهائي خالص؟ نهائي لا، بس بطنهم مشدوده. لا بطنهم مشدوده. إيه السر؟ قلت الكلام اقول لحضرتك على حاجه، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، ان لو ما فيش ترهلات من الاساس المريض عمره ما يحتاج شد. لو المريض ده كان عنده ترهلات من الاول هنقترح عليه اصلا شد وشفط. الشكل اللي احنا شفناه ده ما فيهوش ترهلات، لا ما فيهوش ترهلات من الاول، بطن مشدوده مع كبيرة بس بالظبط كده. فايه هو لما بيخس بشفط الدهون زي ما احنا قلنا قبل كده ما بيبقاش عنده ترهلات نهائي. حتى هنشوف في التقرير اللي بعده ان المريضه لما خست اللي هنا ده مثلا ما جالهاش اي ترهلات بعد عمليه الشفط. انطباع خاطئ جدا يقول لك ان شفط الدهون بيزود الترهلات، ده انطباع خاطئ جدا. لان شفط الدهون مش بيزود الترهلات خالص، يعني اللي بطنه زي الحالات اللي شفناها في التقرير انت مش محتاج شد. والشد برده بقول لحضرتك من الحاجات الاوفر استيميشن، يعني مثلا زي ما احنا اتكلمنا عن جراحات السمنه مثلا في اوزان معقوله، يعني احنا دايما بندور على البدايل، عندنا المركز مثلا عندنا دايما ندور على البدايل. لما نيجي نتكلم عن الشد زي ما حضرتك قلتي برضو من اوفر استيميشن، ما يبقاش مثلا حته دهون مثلا من تحت كده تلاقي الدكتور عملها شد على طول، في الاخر المريضه اتضايقت لان يعني في جرح كبير وما استفادتش. يعني هو هيشد على ايه؟ هيشد على كلاكيع دهون، ما هو لازم يشيل يعني دهون. ما هو ماشي اوكي شفط وشد، لكن الموضوع ما يستدعيش.
الترهلات درجات زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في اربع درجات للترهلات. طب هنعرف ازاي؟ دايما انا بقول الكلام ده، مستوى السره بالنسبه للبكيني لاين أوكي. او جرح القيصريه للتسهيل يعني. يعني انا لما اقف بالجنب كده بشوف مثلا جرح القيصريه هنا والسره فين، هل مثلا السره دي فوق جرح القيصريه؟ يعني يبقى انا لازم مش محتاج المسافه كام؟ تلت وتلتين مثلا يعني؟ لا هي النص، المفروض الصوره المفروض في النص. في النص بالظبط. اوكي ماشي، في النص ما بين العظمه اللي هي زيف ستنم دي والعظمه اللي من تحت اللي هي سيمس بيوبس. لا حد لقى انه ان البيلي باتون وقعت او هتلاقي الصوره نزلت شويه. نزلت يبقى هو كده ماشي. لا ما هي بتنزل بدرجات. يعني هي بتنزل بدرجات. لو هي الصوره دي على نفس المستوى اهو بتاع احنا شايفين اهو بطنه، يعني هي بطنه يعني شايفه حضرتك يعني الصوره لسه من فوق. أيوة الصوره لسه فوق. ماشي، لكن لو الصوره دي بقت على نفس الليفل بتاع على نفس المستوى بتاع جرح القيصريه مثلا، خلينا نفترض ان في مريضه عامله قيصريات غالبا طبعا الترهلات بتيجي مع القيصريات. يعني شوف حضرتك يعني دي مثلا عندها سمنه لكن ما عندهاش ترهل لان الصوره عاليه. اوكي أيه. لما تقف بالجنب كده نفس الكلام نفس الكلام. فبقول لحضرتك لما تلاقي السره مثلا اعلى من جرح القيصريه يبقى انا مش محتاج شد. لكن لو كانت السره دي على نفس مستوى جرح القيصريه او اوطى منه يبقى في الحاله دي محتاجه شد 100%. دي اسمها درجه الرابعه. للتسهيل يعني للمشاهدين تمام، بنقول ان المريضه مثلا تقف في المرايه وتحط مثلا صباعها على الصوره وصباعها الثاني عند جرح القيصريه. لو الاثنين متقابلين يبقى دي درجه رابعه محتاجه شد. ما هو طبيعي هتبقى باينه بالعين المجرده اصلا، هي هتبقى باينه بالظبط كده. لكن لو هي الصوره اعلى يبقى مش محتاجه شد، محتاجه شفط فقط. انا دايما بنبه على الموضوع ده، ما نجريش وما نندفعش كتير قوي على شد الترهلات في الاوزان العاليه. يعني الاوزان العاليه ما ينفعش ان انا اعمل فيها شد ترهلات بطن الا لما المريض يخس كميه كبيره. الحاجه الثانيه كمان لو ما فيش ترهل كافي او مش درجه رابعه، يعني نبقى حكيمين شويه في قراراتنا بحيث ان المريض ما يتضرش. لان النتيجه النهائيه ان المريض عمل شد ترهلات بقى في جرح كبير زي القيصريه، كمان المريض ما استفادش حاجه وكمان الشكل ما تصلحش. يبقى انا استفدت ايه؟ ما طبعا يعني هو لازم اي حد بيلجأ لعمليات التجميل بيلجأ لعمليات التجميل عشان يتغير بالظبط، مش عشان يقعد يعاني بعد كده في انه يصلح جرح او الجرح فتح بالزبط. او انا عملت مثلا عمليه في وزن، انا شفت مريض مثلا عمل شد بطن وزنه 190 كيلو. لا 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 احنا مش احنا عاوزين بقى نتغير بشكل ايه صح بالظبط، مش عاوزين نتغير يعني بشكل غلط. يعني هي 190 كيلو، طب المريض استفاد ايه؟ استفاد ان جرحه قعد سنه يغير عليه. بالظبط بالظبط كده. بشكرك يا